لو الحكاية فيها إن فيديو الشارع الحمد لله رب العالمين من أشهر الشوارع أو من أشهر مناطق التجارة المنزلية على مستوى المدن كلها. ده كان سبب في اجتذاب تجار تقال من بره من بره بالنمرس إن هم يجوا يفتحوا فروع ليهم هنا من حمام الثلاثة من باب سعادة هو المركز الرئيسي للتجارة المنزلية. بدأوا يفتحوا فروع ليهم هنا مستوردين من جميع أنحاء مصر بدأت تفتح مكاتب ومحلات فروع لهم هنا. نظر للإقبال الكبير عندنا من الزبائن إن إحنا بنمتزج برخص السعر جودة فيك.